أشهر حمام معروف على مستوى الوطن العربي، يمكن تكون كمان شهرته عدت الوطن العربي، هو الحمام المغربي. الحمام المغربي له أصوله وله تقاليده وله فوائده وله أهم يعني له أهميات كتيرة جدا جدا، وأصبح دلوقتي انتقل من أو خرج من المغرب، من المملكة المغربية إلى الدول العربية، بقى حتى موجود عندنا في مصر كتير موجود الحمام المغربي وشهرته العالمية. يمكن ده هيخلينا نتكلم النهارده عن فوائد الحمام المغربي وخطواته والطقوس بتاعته مع خبيرة التجميل المغربية بهية المغربية. اهلا بيكي. اهلا بيكي، منورانا، وسهر كمان الموديل منورنا. انت بتتحرجي عشان انا بقول ان الحمام المغربي واخد شهرة عالمية، ليه بقى؟ ليه؟ ايه سر ايه سر الحمام المغربي؟ عشان حلي قلتي ان الحمام المغربي له طقوس وله عادات وله تقاليد حاجات كتيرة بالنسبة لنا احنا، او هو تقريبا السر بتاعه الاناقة بتاعت المرأة. أناقة، هو سر أناقة المرأة، أناقة للمرأة عامة يعني، سواء عربية سواء غير عربية، هي الأناقة للمرأة. هو طبعا في المغرب عندكم أصلا في طقوس معينة للحمام المغربي. أكيد طبعا. طيب لما انتقل بقى لدول تانية وعاصم تانية زي القاهرة، إيه الحاجات اللي بتحرصي عليها إنها بتفيد المرأة، سواء يعني ممكن تستعملها بقى في الماسكات للبشرة أو كده، مبنية على الحمام المغربي؟ حاجات كتير، أولها حاجات الصابون المغربي. الصابون المغربي بالنسبة لنا إحنا في المغرب أشكال، يعني بالصبار، بالزيت الارجان، عندنا بالعكر الفاسي، بالودعة، بالخزامة، كل دي اعشاب عملوها حاليا بالصابون المغربي. ده الصابون المغربي للبشرة ممتاز جدا. اول حاجة للصابون المغربي بيشيل البذور بتاعت البشرة. اوكي، بيبقى فيه سواد في البشرة، بيشيل الطبقة طبقة الجلد الميتة خالص، وخصوصا لو غسلتي بيه كل يوم الصبح وشك وانت صاحيه من النوم. يوميا؟ يوميا، ده معلومه، ما عندوش يعني ما فيش له افكت سلبي. يعني الافكت دايما ايجابي. بس معروف ان الصابون ده مش بيستخدم على البشره، لانها البشره بتبقى انعم شويه. هو ده بقى المشكله اللي عندنا احنا في المغرب، لان الصابون احنا بلدنا ان الصابون المغربي مش للبشره بس، حتى للوش. حتى للوش لازم، يعني الماسكات بتاعتنا دي ما بتبقاش ما يعني محصوره ما بين حاجه واحده ان الجسم بس. لا، احنا عندنا للوش طبعا. طب لان المراه لما بتروح الحمام المغربي بتعمل كله في وشها وفي جسمها. تمام، نقول احنا كبتشتعون في الحمام. طيب ايه اللي انت هتقوليه لنا النهارده فيما يتعلق بقى بالفوائد بتاعه الحمام المغربي، او الحاجات اللي انت بتستخدميها زي الصابون مثلا ومضاف اليه بعض الاعشاب عشان نطبقها على سهر؟ طيب احنا هنستعمل اول حاجه اسمها سيكريت سبال، اللي هي انا بسميها سيكريت سبال في مصر، بس هي اسميتها الحنه والداد والعكار الفاسي. ده السر في المغرب. ده السر. هو ده سر النضاره بتاعت البشره. النضاره، اوكي. بتدي نضاره وبتدي بياض، بتدي لمعان للبشره. يعني الماسك ده مهم جدا للمراه، يعني خصوصا المراه. ممكن تعمله مره في الاسبوع ولا تعمله؟ هو احنا المغرب اوريدي عندنا الحمام المغربي شاك سومين، يعني أسبوعية. اسبوعيا لازم تروحي الحمام المغربي. سي با بور لا فام، يعني مش للمراه بس، لا للرجاله والستات والاطفال. هو طقس وجزء من الثقافه طبعا، الطقوس بتاعتنا احنا. طيب ايه اللي هتعمله لنا النهارده من الحاجات؟ عايزه اقول بس لكل اللي بيتابعونا ان الروائح عظيمه، كلها حاجات طبيعيه طبعا. ده صابون مغربي معمول. لا، ده الغسول المغربي. ده الغسول. انتوا هنا في مصر كتسموه الطينه. الطينه بالظبط كده. احنا كنسميه الغسول المغربي. الغسول. الغسول ده بيبقى عباره عن حجر. اوكي، بس انا كنجيبه من المغرب. طبعا بحط عليه اعشاب، الورد والقرنفل والخزامه. بيديني ريحه. اما بعمله كده بيبقى عامل زي الكريم. زي الكريم. انت هتستخدميه النهارده؟ طبعا اكيد. طب يلا، ممكن في فرق كمان، احنا في المغرب بيعملوا الطينه المغربي دي بيعملوها للشعر. هنا صحيح. بيعملوها للجسم فقط. بس هي ممكن تستعمل للشعر كمان. اكيد طبعا، احنا في المغرب عندنا للشعر. بس بيتضاف عليها حاجات تانية. اكيد طبعا، بيتضاف عليها الاعشاب اللي انت شم الريحه بتاعتها. جميله جدا. حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول خطوه عندنا في الحمام المغربي، تدخلي الحمام. اوكي، كتدخلي الحمام، كتجلسي في الحمام، كتجلسي من 10 دقائق. ال10 دقائق دي بالنسبه لي هنا في مصر كتدخلي الستيم، البخار. اوكي، البخار. احنا في المغرب ما عندناش ستيم، عندنا الحمام المغربي. الحمام هو كله بيبقى معبأ بالبخار طبعا. هنايا كنقولوا الستيم. كتدخلي الستيم، كتجلسي 10 دقائق. اوكي، بعد 10 دقائق كنحط لك الماسك. تمام، يعني اول حاجه البخار وبعدين الماسك. وبعدين الماسك. سوري. الماسك ده انت ضايفه عليه ايه؟ ده من المغرب. كفيل الحنه طبعا، المغاربه كلهم عارفين ان الحنه
والداد والعكار الفاسي حاجه مهمه جدا في الحمام المغربي. انت ده بتضيفي عليه عكار فاسي وحنه؟ العكار الفاسي والحنه والداد. والداد، الداد اللي هو ايه؟ الداد دي عشبه في المغرب لتفتيح الاماكن الغامقه او السمار بتاع البشره. اوكي اوكي، يعني اللي بشرتهم فاتحه ما يستعملوهاش؟ لا يستعملوها برضو. علاش؟ لان بيطلم بالجسم كله بيبقى فيه لونين، ما بيبقاش فيه لون واحد. تمام. بس مع الحمام المغربي كيبقى لونك لون واحد. تمام. البيضه بيبقى لونها روزي والسمراء بيبقى لها لونها اجمل. صحيح. طبعا احنا السمر حلوين من غير اي حاجه. طبعا طبعا طبعا. كل له جماله يعني. طبعا. الماسك ده المفروض يفضل على الوش مده قد ايه؟ فلسطين يفضل 10 دقائق. 10 دقائق. حلو. اها. خلاص احنا كده عملنا اول ماسك. اول طبقه. اول طبقه. ده الحنه والداد والعكار الفاسي. الماسك ده بيدي نضاره، بيطلع لي من تحت المسام، بيشيل السمار من البشره. ممكن حد يسالنا دلوقتي قال الطبقه اللي انت حاطاها دي، عشان الوقت احنا بالنسبه لنا قليل، فحاطه طبقه رقيقه قوي او رفيعه قوي؟ في حاجه ان الطبقه دي على الوش، عشان احنا بنتكلم على الحمام المغربي. بس احنا بنطبقه على الفيزاج، بنطبقه على الوش بس، واحنا بنعمله كمان بنعمله بنفس المقادير دي، نفس الطبقه. لا مش نفس المقادير، نعملها اكتر. احنا دلوقتي عملناها بميه ورد لان الفيزاج، بس انا بعملها بميه فتره. اوكي. وبتبقى عامله زي الشوربه اللي هي تقيله، الكريمه. ايوه بتبقى عشان لما تحطيها على الجسم تبقى تقيله في الجسم. تمام. اوكي. احنا عملناها عشان ما عندناش كيفيه ان احنا نستعمل حمام مغربي على الهواء. طبعا. اوكي. احنا خلصنا كده ايه السيكريت سبيل او الماسك المغربي اللي هو بالاعشاب والحنه والداد والعكار الفاسي. طبعا معروف العكار الفاسي احنا بالنسبه لنا في المغرب فوائده كبيره جدا للبشره، لانه بينعم وبيدي نضاره. الليفه المغربيه كمان مشهوره قوي، بقت مشهوره زي ما قلت في المقدمه من شويه، مش الحمام المغربي كمان، من الطقوس بتاعته الليفه المغربيه. اللي اهم حاجه في الحمام المغربي هي الليفه المغربي. سميتها الكيس. الكيس بالظبط. سميتها الكيس. الكيس المغربي. الكيس. او الكسال. الكسال. كنقولوا احنا الكسال. طبعا احنا خدينا شاور من السيكريت سبيل او الداد والحنه والعكار الفاسي، وخدينا صابو البلدي. صابو البلدي زي ما قلت انا من شويه، كاين اشكال وانواع. بالعكر الفاسي، بالخزامه، انت هنا الاحمر اللون اللي ده بالعكر الفاسي. بالعكر الفاسي هو اللي مديله اللون الفوشي، لانه هو اوريدي العكر الفاسي احمر. احنا زمان كيسميوه في المغرب عندنا سميتو المطليه. كيستعملوه الناس اللي هم في الشلوح، والناس اللي هم البربر، الناس اللي هم برا المدن. اوكي. دايما كتلقايها وجهها ما شاء الله عليه من هنا زي ما تكوني حاطه الفروج. بس هو العكر الفاسي. طبعا احنا كنجلسوا بيه في البخار 10 دقائق. تمام. اوكي. تمام. بعدين كنحيده. هي اهميه كل اللي بتشرحه لنا مدام بهية ده ان كلها حاجات طبيعيه. ناتشرال، ما فيهاش حاجه. صحيح، كلها حاجات طبيعيه. كله يعني كله ناتشرال، ما فيش. وكله جاي من المغرب. يعني انا كنمشي المغرب كناخد كونجي، كنمشي اجازه وكنرجع كنجيب معايا الشغل ديالي. تمام تمام. كده احنا كناخده شاور تاني. اهم حاجه الميه، الماء يكون دافي او سخون شويه باش ما نسدش المسام اللي كاينه في الجسم. التنظيف ده كمان مهم قوي. طبعا طبعا. لازم استخدام ميه كتير وننظف اول باول. كنقول انك كل ما خصوصا الصابون المغربي لما كان حيدو خصك تاخدي شاور مزيان. لان اذا استعملت الليفه وكاين صابون في الجسم ما غيديرش ليا السكرابينج. اوكي اوكي اوكي. بعد ما كنغسلوا الصابون وكنحيدوا. يعني استخدام الكيس كمان على المسام بتاعه البشره ما فيش منه اي اخطار، ما بيفتحش المسام، لا ما فيش منه. بس على الوش في اختلاف. في اختلاف. هو ده التميز بتاع اللي هتعمل حمام مغربي. اوكي. ان الليفه تستعمليها في الجسم عادي. اوكي. بس على الوش لو فيزاج على حسب البروفيشنال اللي قدامك. اوكي. يعني لو البروفيشنال صح، سوري، لو البروفيشنال صح ان هتشوف وشك. لو الوش بتاعك دهني، او الوش بتاعك المسام بتاعته مفتوحه، او ان حساس، ما ينفعش تحط الليفه على وشك. صحيح. اوكي. الاستعمال خلصنا. مهم الملاحظات اللي انت بتقولها. الليفه بتكون قبلها في ميه سخنه. في معلومه عشان انا اتصلوا بيا اصحاب المغرب وزعلانين على المعلومه دي، اصححها. بالنسبه ان احنا في مصر حاجه، قلنا في المغرب حاجه، او في المغرب العربي حاجه، او بره المغرب حاجه تانية. ازاي بقى؟ ان احنا نحط الليفه بميه ساقعه. في المغرب بيحطوا الليفه بميه ساقعه عشان تخشن اكتر. اوكي. عشان يعرفوا هم يستعملوها. اوكي. انا كنقول هنايا لانني كخبيره تجميل الاعشاب ان الليفه ما ينفعش تكون على الخشنه، لان هم اول مره يستعملوها وكيخافوا منها. ايوه. اوكي. انا كان حاطه في ميه سخنه
باش تنعم شويه ما تبقاش خشنه لدرجه الخشونيه. يعني دي معلومه هم كلموني وقالوا لي ما ينفعش، يعني بصحح لهم المعلومه. اوكي بعد ما كان خل نديروها في ميه سخنه عشان تنعم. اوكي بستعملها للجسم، بعمل بها تقريبا نقوله مساج. مساج هو مش مساج ولكن مساج، لان سكراب سكراب تمشي على الجسم كله بطريقه معينه. والبروفيشنال هي اللي لازم طبعا. لان لو غير بروفيشنال هيلتهب الجسم. في اماكن كتير حساسه في الجسم تلتهب. اوكي واتجاه الدوره الدمويه وطبعا كله كله طبعًا. كله. اما بالنسبه للمغربي اساسا هو فوائده كتيره صحيح. وصحي صحيح. خلاص بناخد الشاور كامل من المغربي ونحط الماسك اللي هيهدينا البشره بعد السكرابينج بتاع الليفه. ايه بقى الماسك اللي ممكن يعمل التهدئه دي للبشره وللجلد؟ كذا نوع. جايبه لنا حاجه منهم هنا مدام بهية؟ عندنا الطمي المغربي. احنا كله احنا كنديروا للشعر لانه هو زي الحمام كريم في المغرب. عند الناس القدام دابا احنا ولينا كنا كنديروا حمام كريم عادي. كندير الطمي المغربي اللي هو الغسول بالاعشاب بحطه على الجسم كله، ده بينعم بيدي لمعان للبشره بيهديها. ممكن اي سيده تعمل الحمام المغربي ده تشتري الحاجات دي من عند العطار وتستخدمها في البيت وتعملها؟ طبعا لو هي عارفه المنتج وتنزل على البيج عندي. اي مراه في العالم كله حابه تعمل الحمام المغربي في البيت المنتج عندي في البيج بهية مروكو. اي استفسارات تبقى موجوده يعني تحت امرها. بس الخامات دي كمان او العقار مثلا الفاسي او كده اصبحت موجوده في مصر بخبرتك؟ موجوده بس ايه بنسبه قليله جدا، يعني هتلاقيها عند المغاربه. يعني ممكن العطار تلاقيه عنده حمام مغربي اللي مستخرج بزيت زيتون ده اللي هو متداول دوليا. ايوه بس الماسكات دي بتبقى شويه قليله بس هتلاقيها عند المغاربه يعني. وطبعا احنا المصريين، انا مصريه انا كنقولها اهو احنا المغاربه والمصريين بقينا كلنا واحد طبعا. الشعب المغربي بيعرف في المصريين اكيد اي حد بيجيب له المنتج المغربي. اكيد اكيد. اوكي عندنا أكيد. منتج تاني سميته الماسك الغاسول بالخزامة. ده كمان خزامة هي المدية اللون الاخضر ده. وهي عشبة. عشبة مغربية اصيلة. دي الناس عندنا بتاعة زمان بيحطوها للشعر عشان البرد. اللي بيكون عنده ضرر راسه بالذات الام كانت تديرها مع العرعار والخزامة كانت تحطها له في راسه باش تتسحب البرد. تتسحب لما تكون عندك سخانه الحراره درجه الحراره تتسحب السخونيه من 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 الراس. واحنا كنحطوها دابا للجسم لانها كتدي نعوميه للجسم، تدي نضاره للجسم. كتخلي البشره زي ما بنقولوا ناعمه زي البيبي تمام. أوكي. الحمام المغربي للعروسه بيبقى مختلف كمان عن الحمام المغربي كطقس اسبوعي في المغرب العادي طبعا. بيبقى مختلف تماما. لا حمام العروسه بيبقى له اعشاب معينه، تفتيح معينه، له حاجه اسمها ميلك روز. وله حمام عطري اللي هو الاويل بتاعه ده. ايوه يعني ريحته بتبقى جباره جدا. وحتى يعني متداول دلوقتي عندي في السبا يعني ممتاز. طيب ايه اللي ممكن بقى تقوليه بقى لل يعني خارج حدود المغرب؟ في المغرب هم عارفين طبعا الطقوس وبيعملوا ايه، طب في مصر هنا ولكل البلاد العربيه اللي بيتابعونا دلوقتي، ايه النصائح اللي ممكن تقوليها للمراه اللي هتعمل حمام مغربي في بيتها؟ يعني اول حاجه اول حاجه تجيب الليفه دي لازم تكون موجوده. لازم الليفه. تمام. حمام مغربي من غير ليفه مش وصابون مغربي. لو هي ما تقدرش تروح تجيب الانواع دي اللي هو او بالصبار او وات ايفر كان ايه، تجيب الصابون المغربي العادي. اوكي اوكي. وتحط عليه دم الغزال بس. تجيب لي دم غزال من عند عطار حلو. خلاص يعني طبعا بقى بالنصايح دي احنا بنختم فقرتنا مع خبيره التجميل المغربيه بهية المغربيه. طبعا الحمام المغربي لو قعدنا نتكلم عنه هنتكلم عنه كتير قوي قوي، فوائده كتيره وهو يعني تعدى خطوط المملكه المغربيه واصبح زي ما احنا شايفين في مصر وله عشاقه في العالم كله. شكرا لوجودك معانا، شكرا كمان لسهر، شكرا ليك جداً. وشكرا لكل الساده المشاهدين اللي تابعوا فقراتنا النهارده على الهواء مباشره. وسيدتي ويوم السبت باذن الله اسره جديده وسيدتي. الى اللقاء.